إذن مستمعينا الأفاضل نربط بكم الاتصال وذلك في إطار برنامج مع الجمعية تصرف جمعية أنا وأنت وشركاؤها بدعوتكم لحضور التظاهرة المزمع تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في دورتها الثالثة تحت شعار شباب بدون تدخين وإدمان ضمان لأمن ورقي الأوطان. سوف تنظم هذه التظاهرة يوم الأربعاء 24 من شهر أبريل 2019 بقاعة المنوني بمدينة مكناس ابتداء من الساعة 2 زوالا. كونوا معنا في الموعد ومن أجل تسليط المزيد من الأضواء حول هذه التظاهرة استضفنا السيدة رئيسة جمعية أنا وأنت في الموسم الدراسي 2018-2019 بحيث تربطنا مجموعة من الشراكات أنا مع لجنة جهة مكناس ومع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مكناس، المديرية الجهوية لوزارة الصحة جهة مكناس، وطبيعة الحال بالتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مكناس والتعاون مع النوادي التربوية. وفي إطار حديثها عن التظاهرة وبرنامجها العام صرحت لنا السيدة الرئيسة بما يلي: والأربعاء إن شاء الله 24 أبريل 2019 ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال بقاعة المنوني بمكناس سيكون هناك حفلا ثقافيا وإبداعيا وتوعويا في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين في دورته الثالثة تحت شعار شباب بدون تدخين وإدمان ضمان بأمن ورقي الأوطان. وتهدف هذه التظاهرة إلى زيادة الوعي بمخاطر التدخين والتعاطي للمخدرات والمساهمة في الاستثمار الفعال في رفاهية الشباب الذي يعد الرأس المال الحقيقي للبلاد. وخلال هذه الاحتفالية ستكون هناك يعني مجموعة من الوصلات الفنية والإبداعية من إنجاز تلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي في مكناس، والتي كانت معنا يعني خلال هذا الموسم الدراسي في إطار البرنامج السنوي للجمعية وشركائها. والبرنامج الذي يعتمد على شقين: شق الحملات التحسيسية التوعوية في إطار لقاءات تواصلية مع تلاميذ المؤسسة التعليمية المعنية، وكذلك مسابقات خاصة بمقاربة الشباب لظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات فنيا وإبداعيا. وبالتالي سيكون هناك أعمال مسرحية، أفلام تربوية وموسيقى، وسيتم خلال هذا الحفل يعني الإعلان عن المؤسسات المتوجة على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم بمكناس، وستأخذ غمار المنافسات مع باقي المديريات على مستوى جهات مكناس. إذن كيف كان التفكير في يعني التشارك وكذلك الولوج إلى العاصمة الإسماعيلية؟ هل هناك من يعني مقترحات؟ هل هناك يعني فيما يخص الأولويات؟ ولعل ربما لديكم أنشطة أخرى موازية في المستقبل إن شاء الله. نعم، في الحقيقة يعني بداية الاشتغال كان على مستوى المديرية الإقليمية للتعليم بمدينة إفاس، وكما قلت أن هذه الدورة هي الدورة الثالثة، بحيث أننا قمنا بنجاح بتنظيم دورتين: الدورة الأولى والدورة الثانية في إفاس. وبعد ذلك يعني فكرنا في توسيع الأنشطة، ليكون هناك عمل على مستوى مديريات الإقليمية للتعليم على مستوى جهات مكناس، ونهدف من خلال هذه التظاهرة أو هذه الأعمال إلى زيادة الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات في أنصاف الشباب. من طبيعة الحال هو الانفتاح على العالم الخارجي للجمعيات هو مسألة يعني محمودة وكذلك تليدة،
إذن نتمنى أن نلتقي بكم إن شاء الله في هذه المناسبة وهذه دعوة لكافة الجمعيات التي تهتم بذات المجال أن تكون حاضرة بمقترحاتها وكذلك بمشاركتها في هذه الأمسية التربوية، ونتمنى لكم بدورنا كل التألق، ونتمنى أن نلتقي بكم في يعني باقي الأنشطة المبرمجة خلال هذه السنة. شكرا لك مرة شكرا لكم على دعمكم الإعلامي. شكرا.